ما حكم السلام على الميت بعد تغسيله؟ كيف؟ نعم، يقول ما حكم السلام على الميت بعد تغسيله؟ السلام عليه يعني تقبيل الميت. ايش السلام؟ بالكلام، السلام عليك، ما يخالف، لا بأس. او تقبيله، لا بأس. قبل ابو بكر رضي الله عنه، قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي. نعم.